بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم في الحلقة السادسة من مقرر نظم المعلومات الادارية. سنحاول ان نرى في هذه الحلقة نموذج نظام لمعالجة المعاملات في سجل الرواتب، وايضا تطور نظم معالجة المعاملات والذي كنا قدمناه في الحلقة الفارطة. ثم سنحاول ان نقدم بعض الانواع الرئيسية الاخرى من نظم المعلومات، مثل نظم المكتب او نظم العمل المعرفي او نظم التقارير الادارية او نظم دعم القرار او نظم دعم القرار بالنسبة للمديرين التنفيذيين. فلما كنا قدمنا في الحلقة الخامسة كنا قدمنا نظم معالجة المعاملات، وقلنا هذه النظم هي تعالج الآلاف من المعاملات الروتينية التي تحدث كل يوم في العديد من وظائف المنظمة، وهي تتابع انسيابية العمل اليومي الرتيب للتعاملات التي هي ضرورية لأداء أعمال المنظمة. فلو أخذنا مثال من هذه الأنظمة، نظم معالجة معاملات في سجل الرواتب، هذا المثال يمكن أخذه من ضمن نظام سجلات الرواتب. إذا فهو يأخذ كل المعلومات الأساسية له من ملف الرئيسي للسجل، والمتكون من الموظفين الموجودين داخل الشركة، وأيضا المتكون من الرواتب الأساسية أو الاستعمالات الفورية للدخل والإيرادات للشخص، فتصير فيه عمليات وبيانات العاملين من مختلف الأقسام، وتصير فيه إذن عمليات داخل هذا النظام الذي يمكننا في الأخير من صرف شيكات العاملين أو من صرف الراتب داخل، يعني تحويلها إلى البنوك لحسابات هذم العاملين. أيضا هذا نظام سجلات الرواتب يمكننا في الأخير من الحصول على تقارير، وهذه التقارير تصلح إلى الإدارة مثلا في اتخاذ القرار في مجال الرواتب أو في مجال يعني كل ما يتعلق بمجال الرواتب، وهي تمكن أيضا من أخذ المعلومات لدفتر الأستاذ العام عن طريق الرواتب والأجور، وتمكننا أيضا من وثائق هامة التي يمكن تقديمها بالنسبة للحكومة للتعريف بالأجور التي نأخذها. هذه نظم معالجة المعاملات هي تطورت على مدى السنين، فكانت من الأول نظم معالجة البيانات Data Processing Systems، ثم أصبح المفهوم الذي نأخذه هي نظم معالجة معاملات Transaction Processing Systems. واليوم أصبحنا نتحدث إما على نظم معالجات فورية تحليلية، أو أصلا نظم معالجة تحليلية فورية ذكية أو علائقية. فأصبحت هذه النظم تعتمد ليس فقط على أخذ البيانات اللازمة، ولكن أيضا تحليل هذه البيانات وربطها مع بيانات أخرى في مجالات أخرى. مثلا بناخذ البيانات الموجودة، كل البيانات التي أخذناها في مجال إدارة التسويق مع البيانات الموجودة في إدارة الإنتاج، أو البيانات الموجودة في إدارة المحاسبة مع البيانات الموجودة في إدارة الموارد البشرية. وأصبحت تعطينا التحليل الفوري لهذه البيانات فتصبح في شكل معلومات، وبالتالي فهي تساعد الإدارة في اتخاذ القرارات المناسبة. كنا قدمنا من الأنواع الرئيسية لنظم المعلومات، قدمنا أولا نظم معالجة معاملات، ثانيا حنقدم نظم المكتب أو Office Systems. ما هي هذه نظم المكتب؟ نظم المكتب هي مثلا كل ما بهم البرمجيات الخاصة مثلا بالأوفيس، وورد، إكسل، باوربوينت، لكن أيضا التقويمات الزمنية الإلكترونية إلكترونيك كالندرز، أو دوكيمنت إيماجين تصوير الوثائق،
أو النشر المكتبي. كل هذه الأنظمة هي تعتبر من أمثلة نظم مكتب، ومن يستعملها هذه الأنظمة؟ يقع استعمال هذه الأنظمة من طرف السكرتير أو التقني أو الكوادر الذين ينفذون الأوامر. وهل يتخذ القرارات؟ لا أبدا، لا يتخذ القرارات. إذا فمهمة هذه الأشخاص هي تكمن في استعمال المعلومة، معالجتها ونقلها فقط وليس خلقها. عيد، مهمتهم تكمن في استعمال المعلومة وليس خلقها ومعالجتها ونقلها. ثالثا، هناك ايضا نظم العمل المعرفي، Knowledge Work Systems. ما هي هذه نظم العمل المعرفي؟ لو اخذنا بعض الامثلة، فمثلا نجد محطات الرسومات او محطات الإدارية Managerial Work Station او محطات العمل الهندسية. ومن امثلة هذه محطات العمل الهندسية، مثلا اعطيكم مثال، بالنسبة للمهندس المعماري فإنه يستعمل محطات عمل اللي بنسميه الأوتوكاد. إذن فمن يستطيع أن يشتغل عليهم وتخدم أي مستوى لأي عاملين؟ فهي تخدم العاملين، كل هذه النظم، نظم العمل المعرفي، هي تخدم العاملين ذوي مستوى المعرفة في التنظيم، مثل المهندس والمصمم والخبير والطبيب والعلماء. وكنا قدمنا المعرفة، أي شخص، يعني المعرفة هو الأشخاص الذين لهم تمكنوا من أخذ دراسات وعندهم خبرات، فبالتالي ما بيكونوا إلا ذو مستوى مرتفع وعالي وذو كفاءة. فتكون مهمتهم إذن هي خلق وتشغيل المعلومات والمعارف الجديدة في التنظيم. إذا ما هو الفرق بين نظم العمل المعرفي ونظم المكتب؟ فنظم العمل المعرفي، فنظم المكتب يشتغل عليهم السكرتير التقني وكذا الذين ينفذون الأوامر فقط، ومهمتهم تكمن في استعمال المعلومة. أما الأشخاص الذين يشتغلون على نظم العمل المعرفي، مهمتهم تكمن في خلق وتشغيل المعلومات والمعارف الجديدة في التنظيم. رابعا، أو رابع نوع من أنواع الرئيسية من نظم المعلومات، والآن هذا ما حنشوفوه، هو على المستوى الإداري والتكتيكي. سنجد نظم التقارير الإدارية Management Reporting Systems، وهي هذه النظم تخدم المستوى الإداري في المنظمة عن طريق تزويد المديرين في الإدارة الوسطى بالتقارير الفورية على الأداء الحالي والتقارير أيضا التاريخية. إذن فهي تخدم وظائف التخطيط والمراقبة واتخاذ القرار على المستوى الإداري. من أمثلة هذه النظم التقارير نجد مثلا الموازنة السنوية Annual Budgeting، تحليل استثمارات رأس المال، تحليل إعادة التوزيع، إدارة المبيعات، وذلك عن طريق تقارير. مثلا كل إذا كان عندنا فريق مبيعات، كل التقارير التي يمكن الحصول عليها من هذا الفريق في مجال المبيعات، السيطرة على الموجودات أو الجلد إلى آخره إلى آخره. ولتحضير هذه التقارير، على ماذا تعتمد هذه نظم التقارير الإدارية؟ تعتمد نظم التقارير الإدارية على نظم معالجة المعاملات، فلتحضير تقارير لازمة ولإعطائها إلى المديرين التنفيذيين لأخذ القرارات اللازمة، وجب الرجوع إلى نظم معالجة البيانات. وإحنا قلنا هذه نظم معالجة البيانات دير تلك البرمجيات التي نتيجها على المستوى التشغيلي، مثل المبيعات او سجل الرواتب او يعني
بيانات يوميه فيما يخص الموارد البشريه الى اخره الى اخره. فلو اخذنا مثلا اردنا ان نعمل تقرير عن المبيعات وعن الانتاج يجب الرجوع الى نظم معالجه البيانات فيما يخص سجل الاوامر او نظام تشغيل الاوامر، والرجوع ايضا الى سجل الانتاج الرئيسي او نظام تخطيط الموردين، والرجوع الى سجل المحاسبه عن طريق نظام دفتر الاستاذ العام. فمن هذه النظم يمكن ان نتحصل على بيانات في مجال المبيعات، وبيانات تخص تكلفه انتاج الوحده، وبيانات تخص الانتاج، وبطبيعه الحال بيانات تخص المصروفات. كل هذا يدخل في نظام واحد وهو نظام التقارير الاداريه الذي يمكننا من التقارير النهائيه لاعطائها الى المديرين التنفيذيين او لاعطائها المديرين لاتخاذ القرارات اللازمه. هذا هو نفس الشكل ولكن اخذته يعني بالانجليزي من كتاب هم مؤلفين معروفين جدا وهم لودن اند لودن في الصفحه 45. فلو اعطينا مثال لنظم لهذه النظم او لنظم التقارير الاداريه، فسناخذ الشركه التي هذه الشركه تبيع منتوجين اثنين. المنتوج الاول وهو الكاربت كلينر وهو اللي بنسميه يعني المنظف للزرابي، او ايضا فهي تبيع روم فريشنر او المفوح اللي بيعطي رائحه جميله داخل البيت. فكان عندها اربع فرق، والاربع فرق هذه متجهه في عديد المناطق داخل البلاد. فنجد فريق في الشمال وفريق في الجنوب وفريق في الغرب وفريق في الشرق. اذا فلو لاحظنا عمليه التخطيط الاوليه لهذه المبيعات نجد مثلا بالنسبه لكاربت كلينر نجد انه كان التخطيط بالنسبه للمبيعات لفريق المبيعات في الشمال كانت 4 ملايين و800 الف حبه. ولو لاحظنا المبيعات الفعليه لهذا الفريق نجد ان وقع بيع الا 4 ملايين و66 الف و700 حبه. اذا عن طريق هذا التقرير يمكن ان نتحصل على يعني نتحصل على يعني معلومات فيما يخص كفاءة هذا الفريق. فنجد ان هناك فرق ما بين المخطط له عن طريق الادارة وما بين الحاصل فعليا، وهذا الفرق يعتبر كبير جدا وهو في دورة 15%. اذا فيجب هذه المعلومات تمكن الشركة من اتخاذ القرارات المناسبة لوجود للبحث عن المشاكل الموجودة ولوجود الحلول المناسبة. أيضا يمكن ناخذ مثال ثاني بالنسبة لروم فريشنر. فنجد مثلا في فريق المبيعات الجنوب كان خطط له أن يبيع 4 ملايين و700 ألف حبة. فكانت مبيعاته على مدار خمسة أكثر من اللازم، يعني 5 ملايين و600 ألف و8 و112. احنا هنقول هذا جيد جدا، ولكن هناك عن طريق التحليل عن طريق هذا التقرير اللي ما بين يد الاداره فيمكن ان نلاحظ ان هناك اشكاليه في التخطيط، فكان التخطيط اقل بكثير من اللي يمكن ان فريق المبيعات انه يحققه. فإن هذا مثال لنظم التقارير الاداريه ومدى انه فعاليته وايجابيته اللي بيعطيه للمنظمه. ثالثا هناك نظم دعم القرار. فمن نظم دعم القرار نظم ديسيجن سيكور سيستمز. فما هي هذه نظم دعم القرار؟ تقوم اساسا على اساس اعطاء المستفيد النهائي ادوات مفيده للتحليل اذ يمكنه دمج عده نماذج مختلفه وذلك لتكوين نماذج متكامله وكذلك برامج
إدارة وإنتاج حوار التي تمكن المستخدم من التفاعل مع النظام، وهو يعمل على تقديم الدعم المباشر للإدارة الوسطى والأبيض. من بين هذه النظم دعم القرار نجد تحليل إقليم المبيعات، تحليل الأسعار والربحية، تحليل التكاليف، تحليل تكاليف الحقوق وجدولة الإنتاج. كل هذه النظم هي نظم تدعم القرار بالنسبة للإدارة لاتخاذ القرارات المناسبة. في معظم هذا النظام دعم القرار، نظام هذا دعم القرار هو نظام إذا مبني على الحاسب الآلي، وذلك لدعم المستوى الإداري في المنظمة، وهو يدمج بين البيانات لكن الإضافة الهامة جدا. والفرق بينه وبين نظم التقارير الإدارية أن هذا النظام هو يدمج بين البيانات وبين النماذج التحليلية، وذلك لدعم القرارات الغير مدرجة أو الغير مهيكلة، بالاختلاف مع نظم دعم التقارير التي تدعم القرارات المهيكلة. إذن فنظم دعم القرار بعيد هي نظام مبني على الحاسب الآلي لدعم المستوى الإداري في المنظمة، ويدمج إذا بين البيانات وبين النماذج التحليلية، وذلك لدعم قرارات إما غير مهيكلة أو شبه مهيكلة داخل المنظمة. إذا فالاختلاف نظم دعم القرار عن نظم المعلومات الأخرى، هي هناك عدة اختلافات، من أهمها أن نظم دعم القرار ولديها قدرات تحليلية تسمح للمستخدم بالاستفادة من مجموعة من النماذج المتقدمة في تحليل المعلومات. لكن شيء مهم جدا بالنسبة لهذه النظم، وأنها تعتمد على تفاعل مع المستخدم النهائي. كيف يكون هذا التفاعل؟ كيف يكون هذا التفاعل؟ هذا التفاعل يكون عن طريق سهولة الوصول إلى المعلومات والنماذج التحليلية، وأيضا سهولة استخدام تعليمات تشغيل الحاسب الآلي وتوفر الألفة. إذا بين من ومن؟ بين المستخدم النهائي وهذا النظام، والمستخدم النهائي هم كل المستعملين والمستخدمين للبرمجيات المتعددة، وليس المصممين أو المبرمجين. إذا يمكن أن نلاحظ أن من مكونات نظم دعم القرار نجد أن هناك ثلاث عناصر أساسية. أولا نجد أن هناك وجب هناك قاعدة بيانات. هذه قاعدة البيانات هي تحتوي على بيانات متعلقة بمجالات وظيفية للمنظمة، وهي بيانات داخلية، بالإضافة بطبيعة الحال على بيانات خارجية والتي ترصد تعاملات المنظمة مع الغير. لذلك فلا بد من استخدام نظام إدارة قاعدة البيانات أو نسميه Database Management Systems. وقاعدة البيانات الداخلية من أين نتحصل عليها؟ نتحصل عليها عن طريق نظم معالجة المعاملات. المكون الثاني من نظم دعم القرار هي قاعدة النماذج، وقاعدة النماذج هذه هي تحتوي على مختلف أنواع النماذج إما الإحصائية أو الرياضية التي توفر القدرة التحليلية. والمكون الثالث والآن في نظم دعم القرار هو نظام الاتصال أو إدارة الحوار مع المستخدم النهائي، وهو يضمن التفاعل بين المستخدم النهائي والنظام بطريقة مرنة وتوفر الألفة للمستخدم. نشكركم على حسن الانتباه، وإن شاء الله نلتقانا في الحلقة القادمة، وبارك الله فيكم.